وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر أن تسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة رواه البخاري وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لاجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضاء لا تسبق أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الحديث التي قبلها في الحث على التواضع وخفض الجناح والحذر من الكبر والخيلاء وأن رسول الله كان سيد المتواضعين في أخلاقه وأعماله وأكله وشربه وغير ذلك فالمشروع لكل مؤمن التأسي في التواضع وخفض الجناح والرفق وعدم الخيلاء والتكبر ومن ذلك أنه كان يلعق أصابعه قد يكون بعض المتكبرين لا يلعق أصابعه فالسنة لعق الأصابع إذا كان الطعام له بقية في الأصابع تلعق وكان يأمر بلعق بسلت الصحبة ويقول فإنكم لا تذون في أي طعام في بركة فالإنسان يسلت ما في جنبه طريق ليأكل منه يسلته يأخذ بقيته يعني ما كان في الطريق ويلعق أصابعه هذا من السنة فإنكم لا تذون في أي طعام في البركة وهذا من التواضع وعدم التكبر فينبغي للمؤمن التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك وهكذا رعاية الغنم يقول صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء ما بعث الله بالنبي إلا رعى الغنم حتى يستفيد من رعاية الغنم في رعاية العقلاء حتى النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم قبل أن يوحى إليه على قراريط أهل مكة وهذا من حكمة الله جل وعلا فإن النبي يستفيد من رعاية الغنم في رعاية الأمة فإن الراعي في الغنم عليه يرفق بها ويتحرى المرعى الطيب والطريق الطيب هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام عليه من أن يلاحظ الرعية وأن يرفق بالرعية وأن يدلهم على خير الطرق ويحرص على إيضاح سبيل السعادة لهم كذلك هذه لو دعيت إلى ذراع أكرى على أجبت ولو أهدي إلى ذراع أكرى على قبلت هذا من التواضع أيضا يجب أن يجيب الدعوة ولو البعض الفقراء لا يتكبر على إجابة الدعوة ولو دعاه بعض الفقراء من جيرانه وغيرهم يجيب الدعوة وهذا هكذا الهدية لو أهدى إليه بعض أحبابه ولو قليلا يقبل الهدية تطيبا لخاطره تسبيحا لخاطره ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت لا أجبت ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت هذا من التواضع أيضا كذلك حديث القصوى كانت لا تسبق فجاء أعرابي بقعود فسبقها شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله الدنيا دار نقص ونهاية الضعف ونهاية النقص مثل الفرس والناقة والإنسان قد يكون كل منهم سابق ثم يأتي من يسبقه فهي دار النقص وليس دار الكمال وفق الله الجميع آمين الله يفهم من الحديث ان الشيطان يكون مع الرجل في بيته دائما يشهد على القريب ملازم هنا شيطان قريب هنا شياطين تحف بالانسان غير القريب لكن الشيخ بارك الله فيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا ذكر الله عز وجل
الشيطان لا يقول للشياطين لا مبيت لكم ولا طعام ولا غير القريب. ما شاء الله شيء ما شاء الله ولا يعود لا ما يرى له في الآخرة يراه المؤمنون في الآخرة. قال في الدنيا إذا تراني قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه حتى موسى لما أراد قال له الرب لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. أما في الآخرة يراه المؤمنون في الموقف وفي الجنة. الله إليك قول ابن عباس هذه رؤيا النوم يعني رؤيا النوم رؤيا الفؤاد هذه رؤيا النوم وعلم القلب النوم أو الريح ينقض الوضوء كاملا يا شيخ يعيد الوضوء كاملا نعم أقول خروج الريح أو النوم يا شيخ ينقض الوضوء كاملا يا شيخ أي نعم لكن هو ما يستمع مع الاستنجاء يتوسح يبدأ بالمضغ والاستنشاق مثل الريح مثل خروج الريح مثل مس الفرج يعني يسمونها العامة التمسح الوضوء يعني ما يلزمه استنجاء إلا من البول والغائط ونحوهما. هل يأتي إذا سقطت اللقمة ولم يأخذها الإنسان؟ الأفضل يأخذها ويطمئن هذا أفضل يأخذها ويطمئن بها من الأذى ويأكلها إرغاما للشيطان. يقول يعثم إذا تركه يؤثم يحتمل الله أعلم.